يا أهلا وسهلا ومساء الخير. راح نعمل مع بعض الغريبة بالحليب الحجازية. المقادير جدا سهلة وبسيطة، 3 أكواب دقيق، كوب ونص سمنة، شايفين عايرتها بدون ما أسيحها، وعندنا هنا كوب حليب جاف بودر، وعندنا 3/4 كوب سكر ناعم مطحون. الأفضل إنك تشتري المطحون الجاهز. وهنا عندنا ملعقة صغيرة هيل، وعندنا لوز للزينة، ممكن فستق للزينة، يعني الزينة هذه حسب رغبتك. راح نحتاج إننا ننخل كل المقادير الجافة، ضروري جدا، حتى الهيل يتنخل. راح أنخل الدقيق، هذه 3 أكواب، كل المكونات الجافة نخليها على بعض. طيب دحين راح أعجنها بالسمنة. بدون ما تسخن السمنة. زي ما هي كده. طبعا نوع السمنة سمن حيواني. اختاري انت الماركة اللي تناسبك. في ماركات كتير. اللي هي الفارم، المراعي. ممكن كمان فيرن. يعني شوفي انت اللي يناسبك. اختاري السمنة الحيواني. طيب هذا القوام اللي نبغاه، شايفين ناعم، اول ما تتلم معك خلاص وقفي. طيب راح استخدم الملعقه المعياريه عشان تصير كل الحبات قد بعض، هذه الملعقه الصغيره. تمام، هاخذ زي كذا هذا المقدار، وبعدين اكورها بدي الطريقه، احطها في الصينية، واخذ حبة اللوز واضغطها ضغطة مرة خفيفة، هي اصلا كمان حتفرد شوية مع الحرارة بس، واكمل باقي الكمية بنفس الشيء. كورها، احطها، واخذ حبة اللوز اضغطها. طيب راح أدخلها الفرن بس من تحت على درجة حرارة 180-175، خليكي مرة جنبها بس من تحت. أول ما تشقر طفي عليها واتركيها تبرد تماما قبل ما تشيليها من الصينية. يلا بسم الله. وخلاص كده الغريبة صارت جاهزة، بس ما راح أحركها إلين أتأكد إنه بردت، عشان لو حركتيها وهي حارة شوفوا زي كده تتفتت. أنا بس حركت هذه عشان أتأكد من اللون إنه تمام. ما أحب أحمرها من فوق، لكن أحط حمص بسم الله لوز محمص. إذا تحب تحط اللوز أبيض ترى عادي برضو يصير. تبي تحمر الغريبة من فوق تحميرة خفيفة براحتك، بس أنا مرة ما أحمرها كده، مرة كويس أحبها كده. عندي صينية تانية غير الأولى، بعد ما تبرد خلاص تتشال بكل سهولة.